شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. عاجل أخبار عصرية شبيبة القبائل. كشف رئيس اتحاد خنشلة وليد بوكرومة إنه ضد رحيل باكو إلى شبيبة القبائل، لكن باكو يريد أن يلعب فقط مع شبيبة القبائل. أفسخت شبيبة القبائل العقد مع هذين اللاعبين صبري شرايتية ونوفل ولد حموبال تراضي. اللاعب دادي مواكي أصيب في تدريبات في تكدت في العضلات، ولا نعرف كم من الوقت سيستغرق شفاؤه. سيد أحمد مطالله الذي لم يشف بعد للعودة إلى ملاعب كرة القدم. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة.